إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في لقاء خاص وحوار خاص مشاهدينا الكرام، هذه المرة مع ندى حسي طبعا لمعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي. كمقدمة مشاهدينا الكرام لهذا الفيديو، الكثير من المتتبعين ديال ندى حسي كانوا لاحظوا بأنها تبدلت 180 درجة، لدرجة أنها بعدت من المشاكل، بعدت من الصداع، طلقات من الزوج ديالها الأول، تزوجت بالزوج ديالها الثاني، أسست أسرة، لاحظنا بأنها ولات عايشة في سلام. لكن من بعد لاحظنا بأن انقلبت الأمور، شاهدنا فيديوهات فيهم مجموعة من المشاكل مشاهدينا الكرام، مجموعة من الأسرار اللي غنتحدثوا عليها طبعا في هذا اللقاء. لكن قبل هذا وذلك وذاك، نبغيكم كاملين ترحبوا معايا بندى حسي. ندى حسي مرحبا بك. الله يكبر بك مراد. لاباس عليك؟ الحمد لله. لا كل شيء مزيان؟ اللهم عليك الحمد. الإطلالة، نبداو بالإطلالة بعدا وبتكشيطة وتبوغيس وعاد ندخلوا في الموضوع. أي مرحبا من عند نعيمة كوليكشن. فوالا شي كاين، حيت حنا كنعرفوا على أن ندى حسي دائما كتلبس يعني كما كيقولوا الرومي أو لا. اليوم كنشوفوك بلدي طبعا. كانت عندك شي مناسبة وتوجي شي رسالة؟ كنت في فيستيفال ديال السينما. وبطبيعة الحال ما يمكنليش لابسة يعني هذاك فيستيفال ديال التراث، تمشي لي خصك اصلا شي حاجه ديال التراث المغربي، يعني تلبس شي حاجه مناسبه لهادشي ديال المغرب، فهمتيني، نبان بانني مغربيه، ما يمكنش اصلا نمشي لابسه العصري ولا هذا. فقررت اني نلبس من عند نعيمه حنشكروها ليا الناس. فوالا هادشي اللي كاين. يعني نقدروا نقولوا على ان ممكن ندى حسي في طريقها الى الدخول الى عالم الفن، ومن بعد لاحظوا بان ندى حسي ولات ممثله ولا شيء من هذا القبيل. هو بصراحه ديال الله كاين واحد العمل فني ان شاء الله قريب، وما نقدرش نقول عليه دابا، شي حاجه تتوصل الوقت ديالو باذن الله. مفاجاه. واخا ندى حسي، شفناك في مواقع التواصل مؤخرا عندك مشكل مع نعيمه البدويه. قبل ما ندخلوا في الموضوع ونتحدثوا على المشكل مع نعيمه البدويه، نبغيو نرجعوا الى الوراء ونعرفوا البدايه، كيفاش بدا المشكل؟ شوف، الناس شاهدين على هذا الشيء، وتقريبا انت براسك والناس كاملين شاهدين بانني انا من مور ما تزوجت بعدت واحد البعد، يعني بعدت على المشاكل، بعدت وليت كندير فلوكات ديالي، وليت هذه غير لايفات، هذا كنخدم على راسي، بعدت. هو منين وقع داك المشكل ديال ديك الام سعاد، بركين كيقول لي ندى بحكم كلشي كيهضر كاع على هذا، خصك ضروري تعطي الراي ديالك. انا طلعت بقات فيا ديك الام، عطيت الراي ديالي بحالي بحال كاع الناس، يعني ما قصدتش انا غادي نوصل هذا الشيء كامل. طلعت قلت، يعني وصلت ميساج لبنتها حين اتصلت بيا، كان وقع لهم مشكل مع ماما. طلعت قلت لها بان شوف هذيك الام كتوقع ام ديالك، واخا ما نعرف شنو يوقع، ما خصكش توصل مع داك النيفو. هما هذيك البدويه واختها وداك الشيء من طرف ديال بوكريشه، ملي شافوني انايا جيت انا ورضا ولد شنيا جينا على الام سعاد، ناضوا تيسبونا، ما خلو فينا غير اللي نساو. صافي، وتطورت الامور هكاك. واش هي كتسبني وما كتخلي فيا غير اللي نسيت، وما خلات ماما غير اللي نسيت، غنسكت لها؟ ما غنسكتش ليها. شكون اللي بدا؟ هما اللي بداوا، الناس شاهدين على هذا الشيء. حيت مشاهدينا الكرام نعلم على ان هناك فعل وردة فعل. طبعا الفعل قلتي جا من عندهم هما، والناس راه لا دخلتي غير اللي فيديو ديالك يقولوا لي انا نعيمه راك انت اللي جبتيهم. وهما طالعين يدافعوا على سعاد اللي انت اصلا من عائلتك، وهما هزاتهم من النفس، حنا اصلا برانيين وهزتنا النفس على ديك السيده اللي من عائلتها هي اللي جاوا ضدها. شنو الدخل ديالك انت؟ حنا بغينا ديك الام، حنا ما بغيناش يعني عندنا وليداتنا. هذا شوف، انا نكون كيف ما بغيت نكون، كندابز هذا مي عائلتي وماما خط احمر، ما نقدرش نطلع ونضرب في ماما ولا نضرب في عائلتي ولا هذا. نقدروا مثلا نقولوا هذيك نادا كدير هي وصحاباتها الشوه ولا هذا، مي هاد الشوه اللي ولينا كنشوفوا ديال حقوق الوالدين اكبر شوه هذا زدت في المغرب. مثلا انا كندابز مع صاحبي، مع صاحبتي، مع هذا كندابز، وحنا صحاب بيناتنا، مي باش البنت طلع تضرب في الام ديالها، شنو كتبغيو توصلوا للوليدات اللي طالعين؟ انت مثلا بزاف ديال الناس يتسائلوا يقول لك واش انت سوقك، علاش انت دخلتي في هذا الموضوع كاع من الاساس؟ لا، هي اصلا هي البنت، حيت انت تبعتي تابع عارف شنو كاين من الاول، وراه الناس راه عارفين. هي كان وقع لها مشكل مع رضا والشيني حيت رضا مشى، وماما داكشي مخربق بيناتهم، واتصلت بيا
قالت لي قولي لماما كديك الشوهه اللي موالفين كديروا طاطا وطاطا ما عندنا ما نديروا بها، هما اصلا بحال عارفيني انا ما كنسكتش. قلتي بانهم لقاوك ماده، قلتي بانهم لقاوك ماده دسمه. اه صافي هما اللي جبدوني والناس شاهدين على هادشي. ما يمكنش انت طالعه كتسبيني وانا غادي نسكت لك، هذه راه حاجه مستحيله. انا فعلا دخلت سوق راسي وما كنجبدش بنادم، ولكن اللي جبدني راه غيلقاني، راه ماشي غير انا، راه انت انت غتكون غادي اي واحد فينا. واش واحد جبدك غتسكت ليه؟ ما يمكنش. صافي تطورت الامور حتى وصلنا للقضاء. وصلنا قبل ما نتكلموا على القضاء، انت ما قلتيش بانني غادي نتكلاشا مثلا مع نعيمه البدويه حتى هي عندها الجمهور وغادي غادي تحرك الفيديوهات وغادي تكبر مثلا المشاهده. لا وانا عاد نتسنى هي تجي تطلع لي المشاهدات. لا الحمد لله الفلوكات ديالي طالعين، الناس كيبغيوني، هذا العدد ديال المتابعين ديالي غادي كيتزايدوا. عندي مليون في تيك توك، مليون كملتها في انستغرام، ودابا راه غادا المليون في يوتيوب. يعني العائله ديالنا دا حاسه تقريبا راه فيها اكثر من 4 مليون متابع. عاد نتسنى انا وحده تجي. لا انا كون بغيت هذا الشيء ديال عنديش لا حوايج ما نديرهم، مي انا بعدت على المشاكل. ولكن راه كنقولها من هنا، انا بعدت على المشاكل، ولكن اللي جبدني غيلقاني. من بعد شفنا بان القضيه تحولت الى السب والقذف والشتم. واه كيفاش هادشي وقع؟ طلعت هي وراجلها بواحد الفيديو اللي شاهدوه المغاربه كاملين، لانه هي دارته بخمسه دقائق مسحاته. ملي كانت صاب لي باج وهذا لي شين ديال اليوتيوب هزوه الناس، تبارطاجا بزاف. ملي فقت كيعيطوا لي عرفتي والله هذا هو دخل يشوف واش درت نعمه على بنتك هذا. عرفتي ملي شفت الفيديو رحت ضربتني بجوج تصرفيقات. وتخيل معايا انت هي قد جداتي، مرا كبيره وعندك حفايدك كبر من بنتي اللي عندها عامين ونص، وانت وراجلك كبه من الشيب. نورمالمون الناس في السن ديالكم راه كاسين تيصليو يعني المستوى طايح، النيفو طايح، جالسين مع بعضياتكم وحاطين الوساده وكتنعتوها بنيه صغيره لاقيطه حريمي. هذا بنتي ما لاقيطاش، بنتي ما تعرف بها باها وطلع واعترف بها قدام الناس، بنتي عندها الحاله المدنيه ديالها ما لاقيطاش، وبنتي غيتاخذ ليها الحق ديالها. غادي نتكلموا على هذا الموضوع، لكن الفعل مع من جا؟ واش انت اللي سبيتيها الاولى عاد هي نضلت فيديو؟ انا ما سبيتش، هي اللي بدات. انا واش هي بدات بداك الفيديو ولا؟ لا ديجا كانت بدات بفيديو اخر. فيديو اخر كانت بداته ما جبدتش فيه دينا. لا حيت حنا اصلا ما كناش معاها، كان عندي في الاول اللي طلعت هي اختها، طلعت كتسبني حين دافعنا على سعاد. ملي انا رديت على اختها طلعت هي كتدافع على اختها وسباتني. عاد انا جاوبتها، يعني انت اصلا هما اصلا الدريكه ديال المساخط. عاد كنتي كدابزي مع اختك وجريت عليها وقرعت راسها باش تصيفطك للحبس نهار سبتي مرضات السرطان، ودابا ديري لي فيها خواتات، انتم كتضلوا تشاقفوا بيناتكم. وعاد دابا درت لي فيها ممكن هما عائله كان خصام كان صلح. انت شناك انت سبيتي وعائلتي انت ما خليتيش لهم؟ عندك شي فيديو؟ اه كاين فيديوهات كتسبي وكتعاير. سميت شي حد؟ سميتها؟ قلت لها نعيمه البدويه؟ اه سميتها اش ما كنهضرش عليها. الا عندها شي فيديو قلت نعيمه البدويه يدها طويله عليا، ولكن هي قالت اليوم نهار كحاسي، هي سمات الفيديو نهار كانوا جالسين هي وراجلها وكيتنمروا على بنتي، سماتني كتقول حاسي وحسي، سماتني. ولكن انت ما سميتكش حاسي؟ لا اللقب ديالي حاسي وماما كنيتها حاسي. علاش ديال لافامي ديالي هذاك اللقب؟ انا كنيتي ايت صالح ياك كنيه ديال بابا، مي انا في الاول دخلت بالسميه كنيه ديال ماما. علاش ما كنيتيش؟ كنيت ماما ديال لافامي ديالي هذاك، ومعروفه شكون هادي، شكون هاد اللي سميت انا هذا حاسي في المغرب؟ انا واش القانون واش المخزن؟ راه كلشي كيشوفو، راه كلشي كيعرفو. راه هي طلعت ونكرات انه ذاك الفيديو ماشي على بنتي، ولا مكتضحكي، جيتي حتى لأذكى شعب في العالم وبغيتي تضحكي عليه، جيتي حتى لعند المغاربة أذكى شعب وبغيتي تضحكي عليهم. الفيديو باين على البنت، علاش طالعة كتقي تضحكي علينا؟ عطيتها فرصة، عيطات لي بنتها، وما شوف واخا ضراتني في قلبي واخا هذا وبزاف، عيطات لي بنتها دبرات على النمرة ديالي وعيطات لي عافاك أنا هذا ومرا كبيرة وهذا. قلت لها شوفي أنا ما عندي ما ندير بحبسها. قلت لها طلع كيف ما هبطات بديك البنت للأرض وقصدتها نيشان، غتقصدها وطلب الاعتذار منها. ومرضنا ما عنده باس، ما بغاتش انا ما بقيتش دايره التنازل وغنكمل المسطره لابعد الحدود. لا اكيد ايكونوا مفاجات في هذه القصه هذه، لكن اللي بغينا نتحدثوا عليه وهو مشاهدينا الكرام الشق الانساني. انت منين شتي بنتك كتعرض للتنمر؟ سمعنا بانك تعرضتي لازمه نفسيه. اه
وشفنا شي فيديوهات انت في الكلينيك، كيفاش كان وقع؟ عاودينا على الكواليس، عاودينا على داكشي اللي ما تسجلش، اللي ما تنشرش في مواقع التواصل الاجتماعي. الناس عارفيني بان انا اصلا عندي العار، كيطرطقوا لي هذوك العرق الرقاق ديال راسي، راه ديما مراعف، فديما كنت قنت عصب راه انت براسك مراد عارف شنو كاين، عندي العروقه ديال راسي كيبقاو يطرطقوا لي، صافي كتشدني بحال الكريز. واش انا ناعسه كنت كنشوف جوج شارفي كيتنمروا لي على بنتي صغيره؟ راه حشومه، راه ماشي، راه عندك وليدات. راه ما كاينش اللي قبل على وليداتو هكاك، ولكن حق ديك البنت غادي نجيبو. انا كنثق في القضاء المغربي، كنثق في الشرطه ديالنا، والحمد لله راه عندنا القانون في البنات، وكنقولها لها القانون مبا مبا مبا، انت واحد القانون فوق الجميع، اللي دارها القانون مرحبا بها. من بعد ديك الازمه خديتي على عاتقك انك تلتجئي الى القضاء ومشيتي لفاس، وشفنا واحد فيديو كتقولي لها انا جيت لفاس فيناك هبطي. لا 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 كنهضرش عليها، ملي قلت لها نعيمه فين كان فاس. شنو كنتي كتقولي؟ هو فيديو خاص على واحد اخر، هذيك مشي عليها هي. واش قلت لها نعيمه راكي راني جيت لفاس على عند من غاده، راه غاده عندنا بينا ما ديري شكايه. ملي كنكون فاس راه عندي طبيب السنان ديالي، راك عارفو كريم فاس، عندي اصدقاء ديالي فاس، على غير هي اللي كاينه فاس يكمل فاس، ولكن هي اللي غديري بها شكايه فاس. هذاك اصلا هذا الفيديو قبل ما تطلع هي تنمر على بنتي، هذا الفيديو هذا ماشي عليها اصلا، جينا عند واحد السيده اخرى. يعني انت ما درتيش الشكايه بنعيمه؟ درتها. ايوا انت كتقولي ماشي هي اللي مشيتيش لعندها. الفيديو اللي جيت انا وقلت لهم انا فاس ماشي عليها هي اصلا، ذاك الفيديو قبل ما تنمر على بنتي باش نجي نشكيها. الفيديو اللي جيت كنقول فيه انا فاس ماشي عليها هي، على غير هي اللي كاينه فاس ماشي عليها. من بعد هي طلعت في فيديو، من طلعت في فيديو كتنمر على بنتي. المعنى ديال التشهير هو انني نشهر بواحد، مثلا هاد السيده هادي ما معروفاش، نجي نصورها فيديو بلا العلم ديالها ونحط سميتها، وداك هذا كيتسمى تشهير. اما انت كلشي عارف سميتك وكنيتك ووجهك، اش غنشهر فيك؟ شمن التشهير وانت اصلا مشهوره؟ واش جيت هزيت لك شي تيليفون، هزيت لك شي فيديو خاص من التليفون ديالك ونشرته بلا العلم ديالك؟ هذاك الشيء يدك طويل عليا. ما تقول لي سميتي، راه العالم عارف سميتك. منين جبتها انا؟ اكيد انك على ود بنتك كتقدري ديري بزاف ديال الحوايج. ما عندي ما غندير، اللي غادي ندير هو مسلم امري للقضاء وثيقه فيه. واخا وصلتنا واحد المعلومه بانك مشيتي لعندها للدار، مشيتي للبوليس، ديتي لها البوليس للدار. ما نقدرش نهضر في هذا الموضوع هذا، حيت الامر بيد القضاء، ما نقدرش نعطي، لانه الملف اصلا مازال في سريه البحث، مازال الشرطه كدير البحث ديالها، كتشوف واش الفيديو على دينا، وهذا حيت هي ناكره، الوغ ما نقدرش نخرج بشي تصريح بداك الشيء، مازال داك الشيء سري، ما نقدرش نخرج واش مشينا عندها ولا ما مشيناش، داك الشيء سري غيبقى سري، حتى نهار نتنقلوا للمحكمه ويمشي الدوسي ندوزو للجلسات وداك الشيء، ديك الساعه نخرج ونعطي، اما دابا ما نقدرش نهضر. اكيد ما تلقيتيش اتصالات؟ ما كانش شي واحد مثلا دخل بخيط بياض على ود الصلح؟ خلي الناس بزاف، ولكن عطيتها فرصه مع هي ديك القرايه اللي بغاو يقريوها، غير بغاو يخرجوا عليها، قالوا لي بانه الا مشيتي طلعتي واعتذرتي وهذا راه غادي تثبتي عليك التهمه، وانت عيطتي ليا، انت اصلا عيطتي ليا وتليفوني كيسجل. بنتي سمحي لي، ما كنتش قاصده نهضر على بنتك وبنتك بنتنا، هذاك اكبر 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 كي غادي نقول لك اكبر اثبات من انت ما كتهضريش على بنتي، علاش تعيطي تطلبي مني السماحه؟ اكبر اثبات هادشي كامل غنقدمو المحامي للمحكمه. الوغ مي انا جيتي هضرتي معايا وكبرت بيك واحترمتك، ما بغيتش تمشي للحبس كيف ما طيحتي بنتي تكبري بها، ما بغيتيش سيري للحبس. اللي دار الحبس سورسي، اللي دار شوف اللي داروا القضاء انا معاه صافي. الزوج ديالك اكيد ان عنده وجهه نظر، كيفاش هو التفاعل مع هذه القضيه هذه؟ هو شوف دابا راه هو اللي راه هو الاب ديال دينا، راه هو اللي مربي، راه هو اللي كيربيها، هو اللي كيخرجها، هو اللي كيديها، هو اللي فهمتيني، راه هو الاب المسؤول ديالها، وانا اصلا ما نقدرش ندير شي حاجه بلا اخباره. شنو كانت رده الفعل ديالو؟ ما بغاش، تعصب بزاف، تعصب بزاف، هو اصلا مصر على المتابعه ديالها، واخا نبغي انا نسمح وهذا هو ما غيبغيش، لا هو لا ماما لا فهمتيني، واخا انا مثلا حيت انا عارفه راسي قلبي حنين، اللي جا راه ديجا تسبوا لي كيجيو يهضروا معايا جوج ضحكات صافي كنبقى نسامح البنادم، مي ديك المسامحه ديالي وداك القلب الزوين ديالي هو اللي كيجيبها فيا. انا كنعاود نكرر الفيلم كل مره، كل مره كيطلع واحد يسبني وكيشدني من اليد اللي ضراني اللي هي بنتي، مي كان عليا المره الاولى فاش طلع بنادم سب لي بنتي كان عليا نوقفو عند حدو المره الاولى، ما غيتجرأ حتى واحد يطلع. مي ديك الطيبوبه ديالي وكنسامح البنادم كل مره هي اللي تسراتهم.
فهمتي؟ حيت لاحظنا بان حمزه الزوج ديالك كان كيبغي يدخل بخيط ابيض في جميع القضايا اللي كنتي دستي منها، ولكن انت قلتي لنا في هذه القضيه هذه هو رافض الصلح. لا رافض الصلح نهائيا، رافض الصلح ما بغاش. قال لي ما غادي حق ديك البنت غادي يتخاد صاف، لانه اصلا نتوما اللي طالعين كتسبوا ماشي غير على بنتي، على الاطفال كاملين اللي متخلى عليهم من طرف الاب. انا بنتي عندي مشكل مع باباها وهذا الله يعاونو، انا ما انا باها انا كلشي. اوكي سيدنا الله ينصرو، اللي سيدنا الله ينصرو الملك ديال هذه المملكه، عطي الحقوق لدوك الاطفال، عطينا النسب، والدوله معتزه بهم ودار لهم جمعيات. تنوضوا نتوما تسبوا دوك الاطفال والدوله معزه بهم، وسيدنا الله ينصرو عطاهم عطي النسب لدوك الاطفال، علاش تنوضوا نتوما تبقاو تسبوا؟ يوسف هاني يلا احنا قرب نكمل صافي دخل يوسف فوالا هادشي اللي كاين. اذا كان تبادل، حتى هي سمعنا بان هي دايره بك شكايه. هو دير شكايه يدها طويله عليا، مرحبا دير شكايه ديالها ومن يعيطوا لي البوليس على راسي وعيني نمشي، وتا انا غادي نحط اللي عندي عاوتاني وصافي. ما كتعتقديش على هذا الشيء؟ يعني انتم مثلا انت مثلا كندا حاسه عندك جمهور ديالك، وهي كنعيمه البدويه، يعني ما كتلاحظوش بان هذا الشيء هذا يعني ممكن انه هي تعدات المراحل؟ انت معايا اش داك البنت؟ وكن محايد، كن على كلمه حق البنت. اش داك يلا انت يعطي رايك في هذا الموضوع. أنا جاي لهذا الموضوع هذا. أشدها البنت عندها عامين ونص، إلا ما ردعتيهاش تبقى بجوع، إلا ما غسلتيش لها تبقى هكاك، ما كتعرفش إلا كتعلم تهضر. أشدك ليها أنت، دير عليها سكتش أنت وراجلك. واش ما كاينش القانون في البلاد؟ ما كاينش الجمعيات اللي كيحميو هاد الأطفال؟ ما صافي غير البنت تخلي عليها باها، يسحب لك أمها ما عندهاش، يسحب لك البنت ما علاش هاد الحكرة؟ علاش هاد وديك البنت دابا منين تكبر؟ هي نعم شنو كتقول في هذا الموضوع؟ تعقد فين شاد هذاك الفيديو راه يعقد لي البنت منين تكبر. يلا دابا راه مشكل، انا راه كنفكر من دابا كنفكر البنت منين غادي تكبر ليا، كي غادير مع صحابها في المدرسه، كي غادير المجتمع ديالنا خصو يولي راعي شي شويه، ما بقاش غا بلا 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 بلا. تكبر البنت راه انا الاولى الدور فيا اللي ما خديتش لها حقها، خصها منين تشوف ذاك الفيديو تعاود تشوف بانني خديت لها حقها باش تبرد. وفي حاله ما اذا كان هناك اعتذار؟ لا صافي فات الحال. لا انت زعما كنعرفوا بان قلبك بياض. عطيتها فرصه قلت لها طلعي وتهضري، وهذا هي عاد ما كتبات وزادت فيه مستحيل. لا اللي دار القانون مرحبا بها. شنو كانت رد الفعل ماماك؟ حتى واحد ما باغيني نتنازل، حتى واحد، جداتي جدي ماما حمزه بابا وانا المهم صحابي حتى واحد، كلشي رافض. والتليفون ديالي راه دخلتي اليوتيوب ديالي كلشي كيقول لك حنا رافضين التنازل، رافضين الصلح، رافضينه. اه يعني هادشي مازال غنشوفوا فيه حلقات وحلقات؟ ماشي حلقات، هذا ماشي مسلسل، هذا واقع، بحكم اننا حنا كنبارطاجيو حياتنا مع الناس. الناس صافي تعودوا علينا، الحاجه الزوينه كنبارطاجيوها معاهم، الحاجه الخايبه كنبارطاجيها معاهم، وانا غادي نمشي حتى لاخر الابعاد. راه غنعاود نقول لك اللي دار القضاء مرحبا بها، وما غاديش نتنازل، باش هي غتكون عبره لاي واحد يتجرأ يسب شي طفل. وانا ما كرهتش اصلا يطبق شي قانون جديد اللي يسب الاطفال، ولا اللي يسب مثلا هذوك من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولا هذا الحبس، حيت راه ما عندهمش ما عندهم حتى ذنب مساكن. وما كتعتقديش على ان نعيمه البدويه يعني انسانه بدويه ما قارياش ما فاهماش؟ والله يهديك، والله يهديك، عارفه دير اليوتيوب وتصور وتخلص من الادس مراد. ماشي هي اللي كتصور، عندها نسيبه هو اللي كيصور. الله يرضي عليك، تتجلس وتجلس حدا الكاميرا، حنا راه ماشي في العهد ديال الجاهليه، ولا حنا راه في 2023، راه كلشي تطور كلشي عرف. لا فاش كتمشي للبنك كتيري من فلوس الادسنس ديك الساعه ماشي بدويه، طلعت تسب بنتي بدويه، راه انا اللي بدويه في هذه الساعه هذه. والله قال لك بدويه. لا حيت هي مرا كبيره ويعني وما فهماش. كيفاش تمشي تصنط العظيماتها؟ شدها اليوتيوب منين انت مرا كبيره سير تصنط العظيماتك. اش داك اليوتيوب في الاول؟ قلتي كورونا ما كايناش، مشيتي للحبس. ثاني تنمرتي على السرطان، مرضى السرطان الله يشافيهم يا ربي، ودابا كتنمري على الاطفال. اه وحده مور وحده. حيت شنو بانك دابا انت بحال الصقر اللي تيفاس في الصقر. الصقر دابا فاس سالي الدعوه. متبع هذا الملف واقف عليه، يعني لا للتنازل، لا مهما كانت مهما كانت الثمن وما عرفتش شنو كاين، ما لا تنازل ما يكون حق اخويا بنتي خصو يرجع.
والله راه عندي غير هي مراد اخويا. حيت سمعنا بان كانوا اتصالات مع عند بناتها عيطوا بنا وكانت تدخلات عيطوا وهضرات معايا حتى هي، طلبت منها طلب واحد قلت لها انا ما عندي ما ندير بحبسك طلعي، وكيف ما درتي فيديو وجهتيه لبنتي نيشان طلعي انت وراجلك في البلاصه اللي تنمرتوا فيها على البنت وقدموا لديك البنيه الاعتذار باش الفيديو حتى هو يبقى غدا ولا بعدو منين تشوف هذا تشوف انكم قدمتوا لها الاعتبار ورديت ولا الاعتبار ديالها. رفضات قلت لك لا وانت بغيتي ديري لي القالب ولا والقالب راه اصلا ديور لك انت اصلا سميتي لي بنتي اش من قالب غندير لك صافي. كيفاش شنو قصدت زعما بغيتي قلت لك زعما هي حنت هي ناكره نهائيا بانه الفيديو ماشي على بنتي فهمتيني. قالت لك الا طلعت واعتذرت غادي تبتي عليا التهمه، واصلا داك الاتصال اللي اتصلتي بيا انت وبنتك راه مسجل راه غيتقدم للمحكمه راه اكبر تهمه هذيك. هو قلت لك تهمه اكبر هيك تهمه اش كيقول. المهم هي هذيك اكبر دليل هو هذاك انت منين الفيديو ماشي على دينا علاش كتعيطي ليا كتعتذري. اذا مشاهدينا الكرام صراحه احنا يعني ضد التنمر على الاطفال. اكيد ان اليوتيوب مشاهدينا الكرام هو سلاح ذو حدين، كاين العائلات اللي ينفعهم اليوتيوب وكاين العائلات اللي دمر الحياه ديالهم اليوتيوب مشاهدين الكرام. واكيد ان القانون واضح في هذه الامور، وحتى ندى حسي لما بغاش تنزل فهذا من حقها لانها طبعا كتبقى ام. دازوا عليك بزاف ديال الحوايج خلاوك انك تعلمتي بزاف ديال الحوايج نبغيوك تبارطاجيهم مع الناس، شنو تعلمتي خلاصه من زعما من السوشيال ميديا ولا من اش؟ يعني في اطار اليوتيوب التجربه ديالك هادشي اللي داز عليك، هادشي اللي داز عليك راه ماشي قليل. وراه 10 سنين تقريبا ديال الحرب، ملي كانت عندي 15 عام دابا 24 عام. تبارك الله. 10 سنين وانا في هاد الحرب. دابا كتعتبريها حرب. حرب. عند السوشيال ميديا اصلا هي حرب. نقدروا نسميوها حرب اليوتيوب او حرب مواقع التواصل الاجتماعي. حرب لا في الميدان الفني ولا في اليوتيوب ولا في ميدان التمثيل ولا حرب غابه كتسمى انا نوصف لك هذه السوشيال ميديا هذه غابه راه الا ما كنتيش تسمع ما ياكلوك الذئاب. شنو تعلمتي؟ مناش من هادشي اللي داز عليك؟ تعلمت بزاف بزاف ديال الحوايج تعلمتهم. اللي غادي نعطي النصيحه ديالي للناس اللي كنعطي لهم ديما ما يعمروش راسهم بالسوشيال ميديا ولاد. انا لو كان يرجع بيا الزمان اللور ما عندي ما ندير بديك الطوموبيل، ما عندي ما ندير بديك الدار، نكمل قرايتي واخا نشد مثلا غير 5000 درهم 6000 درهم في الشهر بواحد الخدمه ونكون عايشه حياتي بخير، يعني نخرج ما يعرفني حتى واحد، نمشي لهنا نعيش. حنا افتقدنا ديك الحياه اللي عايشينها الناس الطبيعيه والحلوه. تخيل معايا الحياه يكذب عليك الكذاب، حتى واحد فينا ما عايش الحياه ديك بديك اللذه اللي عايشينها الناس اللي ما كيعرفهم حتى واحد فهمتيني. يعني انا نادى ديال شحال هذه اللي ما كان كيعرفها حتى واحد ماشي هي نادى ديال دابا، رغم الفلوس رغم كل شيء ما الراحه ما كايناش. يعني دابا انا كنجيك نيشان فهمتك. بالنسبه للحياه كتخرج مثلا لهنا كتبغي تمشي لهنا كتقول لا وخصني دابا خصك ضروري اوبليجي عليك تقادي عاد تخرجي خصك ضروري. وانا ما بغيتش نقاد وبنادم راه دار بنادم ساعته لله. لا خصك ضروري تقادي تكوني غادا طالع لك الدم يوقف عليك بنادم خصك تضحكي معاه. مثلا انا رشقات لي بغيت نمشي للسوق شعبي بغيت نمشي للجوطيه نقلب بحالي بحال الناس ما يمكنش يتجمعوا لك الناس وهذا فهمتي. حياتك حياتك البال البال. بالنسبه لحياتك الجديده مع الزوج ديالك كاين فرق؟ ويلي فرق بزاف الفرق. هو راه دابا فيه الاب ليا والبنتي وفيه السند فيه كلش، يعني راه واقف معايا في الصغيره والكبيره. شوف اللي قلبه زوين ما عمر ربي كيخيبه. قول ربي عوضني على اي حاجه دازت في حياتي بهاد ولد الناس هذا. إلا كانت شي كلمة باغا توجهها لحمزة فشنو هي الكلمة ديالك اللي تقدري توجهي ليه من المنبر ديالنا؟ نقول له كنبغيك بزاف والله يخليك ليا، وإن شاء الله الله يرزقنا بشي وليد ولا بنية ونربيه مع دينا وصافي. دينا كي كيتعاملوا مع دينا؟ وي راه بزاف ديال الحب. بزاف الحب؟ بزاف. تخيل معايا ما أنا ما عنديش شي فرق ما كنتخيلها زعما راه دينا ماشي بنته بقوة ما العلاقة ديالو. علاش كنكون ناسة دابا في الليل وداو تنوض هو وينوض مسكين ويعاوني فهمي ويخرجها ويديها ويدير ليها وينوض ويبدل ليها ويعاوني عرفتي بحال اللي راه بنته. دابا أنا كتبقى تبكي ونكون حاشاك في الحمام ولا هادي وحمزة دينا كتبكي ومشي تجري عندها ما كنقولش لا راه ماشي باباها ما نقولش ليه لا صافي كنتصرفوا في الدار على أساس هو باباها
فهمتي؟ جميل. اذا كاين استقرار، كاين حياه اسريه. طبيعه الحال كاين استقرار ضروري. كاين فرق بزاف بين التجارب السابقه قبل ما نجبدوا الموضوع. بزاف. واخا باش نختموا هذا اللقاء هذا باش ما نطولوش فيه، بغيك تقولي واحد الكلمه للجمهور ديالك طبعا اللي كيشجعك وكيبغيك وكيتبعك. كما نقول لهم شكرا بزاف. يعني انا راه كنشوف كل شيء، كنقرا تعليق ديال الناس، كنشوف لي ميساج ديال الناس. شكرا لكم بزاف. وما عارفيني يعني الناس عارفين هذا منين يلاه بدات متابعيني، راه قلت لك 10 سنين دابا، يعني عارفيني انا كيفاش دايره داك الشيء باش مازال لحد الان متابعيني. شكرا ندى حسي. مرحبا. شكرا مشاهدينا الكرام، كان لينا احنا اللقاء، كان لينا الحوار، ولكم التعليق. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.